انفجارات لا يسمع دويها ولا ترى بالعين المجردة، لكنها هزت العلاقات الأمريكية الإسرائيلية الراسخة. الانقسام بين واشنطن وتل أبيب لم يعد أمراً خافياً، خاصة مع تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة التي حذر فيها من أن القادة الإسرائيليين بدأوا يفقدون الدعم الدولي لحربهم على قطاع غزة، ثم وجه انتقاداته الشديدة للحكومة الإسرائيلية الحالية ووصفها بأنها أكثر الحكومات تطرفاً في تاريخ إسرائيل، وهي لا تريد حل الدولتين. تمثل تعليقات بايدن أكبر تغيير حتى الآن في اللغة التي استخدمتها الولايات المتحدة فيما يتعلق بإسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي بحسب صحيفة نيويورك تايمز. فهل تكون بداية النهاية للدعم الأمريكي القوي لتل أبيب؟